سلام المسيح معكم أحبائي. كلنا فاكرين اختبار التلاميذ لما أخذوا معهم يسوع في السفينة، وفجأة هبت ريح قوية وكانت المياه تكاد تملأ السفينة. التلاميذ كانوا معظمهم صيادين سمك ويعرفوا البحر كويس، وكانوا يقدروا يسيطروا على السفينة، لكن المرة دي العاصفة كانت أشد منهم لدرجة أنهم خافوا يموتوا غرقا. وفي تلك الأثناء بالذات كان يسوع نايم، نايم نوم عميق. وليه ما ينامش يسوع؟ ما هو اللي خلق البحار والأمواج والرياح؟ استنجدوا بيه التلاميذ وقالوا له: يسوع، أنت مش خايف إن احنا نهلك؟ قال لهم يسوع بهدوء: ما بالكم خائفين هكذا؟ وكأنه بيقول لهم: أنا خلق السماوات والأرض، معاكم في السفينة، ليه خايفين؟ اطمنوا. قام يسوع وانتهر الرياح وقال للبحر: اسكت، ابكم. فمباشرة هدأت العاصفة. أحبائي، ممكن نكون النهاردة بنمر بعاصفة، عاصفة كورونا أو عاصفة وباء أو مرض أو أي شيء آخر. ممكن نشعر أن الموت قريب، لكن إذا كان يسوع معانا في سفينة حياتنا فلازم نطمن، لأنه هو بيقول لنا: ما بالكم خائفين، أنا معاكم. يسوع هينجيك مش بس من العاصفة لكن من الخطية. هل تقبل يسوع الآن؟ هل تقبله مخلصا وفاديا لك؟ أرجو ذلك، اقبله الآن قبل فوات الأوان. آمين.